خالد حبيبي يا كابتن، عامل ايه يا كابتن حبيبي كريم؟ يا نجم، اخبارك ايه وركبتك اخبارها ايه؟ وطمنا كده على البرنامج العلاجي بتاعك. والله الحمد لله كابتن. والله انا شغال مع الدكتور زي ما انت عارف، معايا في المعادي هنا في القطامية ايوه مع كابتن تامر، والناس هناك يعني والله يعني انا بشكرهم جدا، مهتمين قوي وكل يوم معايا. يعني الحمد لله، يعني الواحد في تحسن، يعني الحمد لله، يعني كل الحمد لله. فترة كده بحس ان الواحد يعني الحمد لله يعني الحمد انت لله كده بقالك قد ايه من تاريخ العمليه؟ بقالي 3 شهور بالظبط كده يعني بس. 3 شهور كمان وتبقى زي الفل، يعني تلعب لا كوره. أربعة إن شاء الله، أربعة كابتن. انت عايز تزود؟ إن شاء الله في شهر كده اللي هو بعد ال6 شهور، عشان برضو الواحد يبقى مش نازل كده فارقه يعني. معايا، كده كده خلاص يبقى الموسم هيبقى منتهي يعني، فترجع يعني سليم عشان ويبقى عضلاتك إن شاء الله قويه على وكده فترة عشان الاصابه ما الإعداد. ترجعش تاني ان شاء الله. على فترة الإعداد إن شاء برافو الله عليك، كابتن انا مش عايزك كله. تستعجل فعلا، ان الرباط الصليبي يعني اهم حاجه العلاج الطبيعي والتقويات لا وانت قلت لي كده كابتن برضو، لو تفتكر انت بالظبط قلت لي برضو يعني لو في 6 شهور خلوهم 7 شهور وما تستعجلش يا بالظبط، كابتن. ادام هي كده كده جايه في نهايه الموسم فخلاص يعني مفيش مشكله. يعني الحمد لله، يعني الحمد بالظبط، لله. قول لي النهارده انت كنت في زياره لنادي الزمالك، ايه التفاصيل يعني؟ اتكلمت في حاجه مع لا كابتن والله اسماعيل يوسف؟ انا ما رحتش بقالي فتره نادي الزمالك، كان النهارده كده كان ورايا تمرين الصبح في الجيم مع في المعادي وخلصت بدري. ايوه رحت انا هناك، كلمني ميدو حسين وسيد مرعي، قالوا لي احنا هناك وكده، عدوا عليا رحت هناك، قلت اما اسلم على اللعيبه ما شفتهمش من زمان، وقعدت معاهم والكابتن اسماعيل يوسف قعد يتكلم معايا والناس كلها، وسلمت على الشيخ المستشار والناس كلها، وسلمت على اللعيبه وقعدت معاهم شويه ووكلت على الله يعني. خالد، انت الاعاره بتاعتك لنهايه الموسم الحالي فقط، ولا ممكن تجدد الاعاره، ولا هترجع الزمالك السنه الجايه، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ يعني والله التفاصيل كابتن اللي عندك كريم، ايه في القصه دي؟ والله يا كابتن انا دلوقتي المفروض ان انا يعني العاره خلصت من نادي سموحه ابقى موجود في نادي الزمالك. اللي هو لو السنه نادي دي الزمالك اللي يعني هي هي خلصت الاعاره سنه السنه دي واحده. سنه واحده، لو نادي الزمالك حابب ان هو اعاره بيع، هيبقى يعني اول قرار ليا يبقى نادي سموحه، عشان انا نادي سموحه انا مبسوط هناك والحمد لله، يعني الدنيا هناك الناس محترمه ولاعيبه كويسه وفرقه كويسه. لو هو يعني سيادة النادي الزمالك طالب ان هو يعيرني او لكن لسه يبيعني ما يعني كابتن. اتكلمتوش في حاجه على الموسم اللي جاي يعني. لا هو الناس كلها مهتمية، يعني سيادة المستشار كلمني انت خلاص موجود معانا السنة الجاية ومفيش أي حاجة، وكابتن إسماعيل نفس النظام، يعني الناس كلها مهتمية إن أنا أبقى موجود السنة الجاية في نادي الزمالك، يعني محدش قال لي أي حاجة يعني. اهم حاجه زي ما انت قلت ان انت يعني تتمرن كويس وتخف بالظبط كده ورجلك كابتن. ترجع لطبيعتها، وبعدين يعني ان شاء الله السنه الجايه تبقى التحديد يبقى سواء الزمالك او نادي سموحه، يعني من خلال رغبتك ومن خلال رغبه الزمالك ونادي سموحه كمان، يبقى بالاتفاق وتشوف المصلحه فين ان شاء الله الفتره الجايه. يا كابتن خالد، يا رب يا رب كابتن ان شاء الله. بشكرك كابتن قول لي والله. ايه رايك في المنتخب امبارح كده قبل ما تقفل؟ والله يا كابتن انا بتفرج كنت هعيط، يعني كان نفسي ابقى موجود في الماتش ده، يعني اقسم بالله كابتن يعني كنت بتمنى ان انا ابقى موجود في الماتش ده، بس انا ببارك لهم طبعا ان شاء الله ابقى معاهم بقى الفتره الجايه، تكون الدنيا ظبطت ان شاء الله وارجع تاني واكون وقفت على شد رجليا وان حيلك شاء الله عشان ارجع المنتخب افريقيا بقى في شهر واحد ان شاء الله يا رب يا كابتن. ان في شاء الله ان الجابون شاء ان الله شاء الله. يا ان رب شاء الله يا يا كابتن خالد، ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. خالد حبيبي قمر مهاجم نادي الزمالك المعار الى نادي سموحه. خلينا نروح بقى لاخبار اتحاد الكوره، ويعني طبعا كل